احنا الى حد الان عندنا مدرسين عربية ومدرسين فرنسية. الان بدأنا ننتبه الى ضرورة التسلح بموارد بشرية تحذق اللغة الانجليزية للدخول في ترجمة هذا الخيار. المهم انا اعتقد بالنسبة للتربية وبالنسبة للبيداغوجيا ان تكون خياراتك سليمة وخياراتك استراتيجية وواضحة وعلى قاعدة صلبة، ثم في التنفيذ تمشي حسب الممكن وحسب ما يمكن أن تتيحه. رسمين هذا القرار سيفعل في السنة القادمة، بداية من السنة القادمة، بداية من السنة القادمة سنبدأ في تفعيل هذا الـ القرار اللي هو تدريس الإنجليزية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي. خلينا نقول احنا التبكير باللغة الإنجليزية، نقول التبكير باللغة الإنجليزية، ولنا من التعاون الدولي ما يساعدنا على تخطي الصعوبات، لأنك عندك وقت مش ترسي أنت مشروع من هذا القبيل، لابد وأن تعد له العدة، أعداد العدة. نحن الندوة الأخيرة التي أشرف عليها السيد وزير التربية بينت كيف أن الأطراف الأجنبية المعنية يمكن أن تساعدنا وأن تعزز مجهود الوزارة في هذا حتى ننجح في هذا الرهان، اللي هو رهان النتائج متاعه ستظهر بعد عقود إن لم تكن بعد. السرياض بس الترجمان يقول لك هذية باهي ومهم، لكن يزمو يكون في إطار مقاربة شمولية. المقاربة الشمولية قلت هي مراجعة تدريس اللغات ومقاربة تدريس اللغات برمتها، سواء بالنسبة وذا من الأول قلت سواء بالنسبة للعربية أو بالنسبة للفرنسية أو بالنسبة للإنجليزية. يعني المقاربات المعتمدة في تدريس اللغة والتي بينت حدودها إلى حد الآن نحن بصدد مراجعتها مع الأخصائيين مع الخبراء من تونس ومن غير تونس، مع بالانفتاح على المؤسسات الأكاديمية الجامعية في تونس وفي غير تونس.